أنا كالله جديد هنا، حتى الآن كنت معلمة هنا. حسني أحمد عمر حسين من ولاية غربي دارفور الجنينة. تخرجت في كلية التربية قسم علم النفس، فبالتدريج تدريج اتخرجت. التعليم ده أنا شايفه يعني مرتبة بتاعه، العلم المعلم ده مرتبة بتاعه يعني أقوى من الحاجة الثانية. ليه؟ لأنه أنا لما قاعد نعلم الأجيال، حتى لو إنه حكومة ما قاعد بتعلمني، أجري ماشي في عند الله. وأنا أذاكر حقيقة بسترجع، كل من أنا أمشي أدرس أنا بسترجع معلومات كثير، وممكن أقدر أحل المشاكل الموجودة بين التلاميذ والمعلمين والتلاميذ والتلاميذ مع بعض. حتى النشيف إنه البيئة القاعد في المدرسة ده، في بعض التلاميذ مثلا عندهم اضطرابات نفسية وعندهم مشاكل أسرية، أثناء التدريس ممكن أنا أقدر أشيك وأحل المشاكل الموجودة في المجتمع. أنا عندي 95 عددية بتاع المسجلين، عندي 67 بنين و 28 بنات. صحيح احنا هناك عندنا في اللغة العربية الفسحة، لكن هنا ده عندنا حسب الوضع الحصري هنا القاعدين ده بدأوا الكتاب المنهج، عشان كده ما في صعوبة، يعني ما شايف صعوبة بين ده وده. أقدر أفهم بأي طريقة بتاع اللغة بتاع المجتمع أو الحاجة المكتوب في الكتاب ده، هنقدر أشرح في نقدر نترسخ المعلومة في ذهني وبعدك أشرح للتلاميذ. دار حياة يعني جميل بالنسبة لي أنا، لكن لو ما كده أنا يعني شايفه إنه في مرحلة الجامعة ده، يعني شايفه بعد الجامعة دار نمشي نعمل لي ماجستير ونعمل دراسات عليا، نأهل نفسي أنا نكون مرتاح شديد، يعني حتى ممكن نساعد الفقراء والمساكين.